أذكر كنت مرة في بريطانيا، كان عندي لقاءات في إحدى القنوات لمدة أسبوعين، فسافرت لوحدي وسكنت في فندق لوحدي. جلست في الفندق بأنام، لم يأتيني النوم، بجانب كتاب وبجانب كذا، لكن تعبت في القراءة. فقال لي الشيطان شغل التلفزيون. قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا في بريطانيا، شغل التلفزيون تجد أشياء من القنوات. فقال شغل، قلت أذكر النوم بأنام، فلم يأتيني النوم. شغل التلفزيون لأجل أن تنظر أحوال الأمة، يقول لي كذا إبليس. أخذت الريموت وشغلت، زرت على كم قناة، فإذا فساد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طفيت بأنام. قال شغل مرة ثانية، شغل تنظر أحوال وتشوف من باب معرفة الواقع، حتى إذا جئت تتكلم عن المنكرات تكون عارفها ويعني ومتأكد منها. وبليس عاد فيها تشهد، وبليس طبعا فنان في الأضلال. طبعا في المرة الأولى ربما تعب معي 100%، المرة الثانية تعب 90%، يعني خلاص أنا أطعت من المرة الأولى، أعطني ثانيتين وأنت ثانيتين. فالمهم شغلت مرة ثانية ثم عاد مشتري مطفيت. وسوسة لي مرة ثالثة، قلت أعرف أدبك، وآتي إلى السلك الموصل بين التلفزيون وبين الفيش الذي في الجدار الذي هو حق الدش نفسه، وأفكه من هنا وأفكه من هنا وأخذه معي وأتصل على الريسبشن تحت. قلت أرسلوا لي واحد من خدمات الغرف الروم سيرفيس. نعم. وجاءني، قلت تفضل هذا السلك خله معك في الريسبشن أسبوعين لحد ما أطلع. قال لي وايد سكوت فور يو، خله عندك ايش تبغى. قلت لا لا، هذا ما أريده، خله عندك أنت، عطها الريسبشن. مثل ما تفضل الثلاجة تفضل. أحسنت، مثل ما تفضل الثلاجة أحسنت، أول ما تجي من الخمور والخربطة. أعطيتها السلك وذهب. لما حطيت رأسي قال لي بليز شغل التلفزيون. قلت هو يبغى لها شغل، أتصل على الريسبشن أجيب الآن، ما راح يفهمون وش. أعطوني الواير حق التلفزيون، أي واير أطلب من اللي أتصل على قسم الصيانة.